الله وبركاته. اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم رواد النجاح. احنا اليوم معاكم من مخبز وحلويات البدري، ومعانا الحاج سيد عيسى عوض. اهلا بك يا حاج سيد. اهلا بك، كيف حالك؟ الله يبارك فيك. حاج سيد، ممكن تعرفنا عن نفسك وتقول لنا بدايتك كانت ازاي في دوله الامارات، وابتديت ازاي فكره مشروعك؟ انا اسمي سيد عيسى عوض، من الفيوم، جمهوريه مصر العربيه، مدرس. جيت هنا زي اي مواطن مصري جاي يشتغل ويحسن المستوى. جيت اشتغلت في التدريس فتره بسيطه، وبعدين حصل عمليه التأنيس في المدارس، فجت فكره المخبز. انا عندي فكره، او اشتغلت في المخابز في مصر، يعني انت طالب في الدراسه، عندك خبره من عندي خبره في مصر، فخلاص ما دام ما فيش تدريس يبقى في بدور على اللي هو شغل المخابز. دخلت في شغل المخابز، تعرفت على واحد مواطن راجل محترم، فتحنا انا هو المحل ده. جميل. فتحنا المحل زيه زي اي محل عادي، يعني كانت الاول بداياتكم مخبوزات عاديه زي اللي موجوده في البلد. فاحنا طورنا، قلنا ندخل المنتج المصري فيه، بحيث انه في عدد كبير من المصريين موجودين هنا، الجاليه المصريه كبيره. صحيح، حتى كمان فقلنا نجيب لهم المنتج المصري لحد عندهم هنا. فبدانا نشتغل على المنتج المصري. طيب ممكن تكلمنا عن ايه المنتجات اللي انتوا بتقدموها هنا؟ يعني اول ناس عملوا العيش المصري، العيش المصري العيش البلدي بتاعنا، ده بتاعنا احنا، اول ناس عملوه احنا. جميل. احنا لان احنا فاتحين سنة 2002. اول ناس على مستوى الامارات عملته احنا، ولذلك دلوقتي تلاقي كل المخابز اللي فتحت جديد فتحت بعدين احنا، وبدأوا يعملوا العيش المصري بعدين. طيب عندك ايه تاني هنا؟ انا شايفه عندك كحك، بسكوت. عندنا جميع المنتجات يعني المصريه، اللي هو الكعك والبسكوت والغريبه والمنهات، جميع المنهات اللي موجوده، والبسبوسه، جميع الحلويات المصريه موجوده، وكعك والبقسماط، كل ما هو مخبوزات مصريه عملناها. طيب حاج سيد، قول لنا الخامات بتاعتك بتجيبها منين؟ بتجيبها من مصر. يعني عندنا خامات من مصر. وكده؟ عندنا سمنه بلدي، بقري وجمسي، وحتى ورق العنب بنجيبه من مصر، بنبيعها كمان معلبه، يعني وبنجيبها لاستخدامها في الشغل بتاعنا. اصلا السمنه يعني بنبيعها معلبه، وبنجيب كمان لينا احنا بنشتغل بيها. فاحنا عندنا جميع المنتجات بتاعتنا بالسمنه البلدي، وعندنا العيش السن اللي هو كل ما هو خاص بالسكر والتخسيس موجود عندنا، اللي هو العيش السن، العيش الناشف، كل ما هو العيش الردة كله موجود، النخالة. تمام. طب الحلويات اللي عندك هنا عبارة عن ايه؟ بسبوسة وكنافة ولومة القاضي، غريبة، جميع انواع الكنافات اللي هي المصرية على الطريقة المصرية. رمضان جاي بقى ان شاء الله بإذن الله، وبندعوكم ان شاء الله انكم تشرفونا في رمضان وتشوفوا المنتجات بتاعتنا. بتجهزوا العروض او حاجه الفتره الجايه رمضان؟ بنجهز ان شاء الله، بنجهز. هو معروف مخبز البدري من 2002. احنا معروفين من 2002، كل حتى المواطنين بيجوا ياخدوا كحك العيد من عندنا، والبسكوت والغريبه والمنيهات، كل التمريات كلها بتاخدوها من عندنا. الكحك بيبقى فيه حشوات؟ ايوه، عندنا كحك ساده، وعندنا كحك ملبن، وعندنا كحك بالتمر، وعندنا المعمول، بنعمل حتى للشاميين المعمول بتاعهم، كل شيء بنعمل، والبوتفورات بجميع انواعها، صنع ايد، يعني صنع زي صنع البيت بالظبط. احنا شفنا حتى في التقرير اللي انتوا عندكم جوه الفرن بلدي، يعني في بلدي، عندنا فرن بلدي وفرن الي. يعني عندنا الاثنين، بس احنا الالي مش راضيين نشتغل عليه، لان الزبون عندنا حب الخبز بالطريقه البلدي. طيب الاستاف هنا عندك، هل حضرتك اللي دربتهم ولا كان خبرتهم ازاي؟ احنا دربناهم، وفي نفس الوقت كان برضو بنجيب لانهم مصريين، يعني بنجيب ناس صناعيه من مصر عشان يبقوا متمكنين. طيب قول لنا، طيب انتوا الفتره الجايه ناويين تعملوا ايه؟ يعني ايه خططكم المستقبليه؟ ان شاء الله بمشيئه الله تعالى احنا عندنا فرع، نفتح فرع في العين في مدينه اليحر. ده فرع جديد؟ فرع جديد ان شاء الله قبل رمضان هيكون شغال باذن الله.
ان شاء الله. طيب قول لي المنتجات بتاعتكم، هل هي بتتباع بس في المخبز ولا بتودوا مولات؟ لا احنا عندنا توزيع في جميع المولات. عندنا جميع المولات، كارفور فيه، الجمعيات التعاونيه، جمعيه ابو ظبي، جميع الفروع داخل ابو ظبي، فاطمه سوبر ماركت، جميع فروعها كله ده بنوديه. وكنا متعاقدين مع الجيش، يعني مع الحرس الاميري كنا متعاقدين معاه. توزيع المنتجات في ابو ظبي بس ولا في امارات؟ لا احنا بنوزع في ابو ظبي بس. ان شاء الله الفتره الجايه يبقى توزيع في العين. ابو ظبي والعين ان شاء الله. كفاح كبيره زي كده كان ليك داعم وشريك في النجاح، كلمنا عنهم. مين هم؟ الاول داعم ليا طبعا اهل البيت، ثانيا الداعم الاساسي المواطن اللي هو شريك، راجل محترم كابتن منتخب الامارات في السبعينات والثمانينات ما شاء الله. طيب اكيد دوله الامارات هنا كانت بتدعمنا. لا بتدعمنا حتى لحد دلوقتي بتدعمنا، يعني الطحين مدعم، في حاجات كتيره جدا مدعمه، الشركات برضو في تخفيضات في الاسعار وفي العمليه كويسه. يعني كان في بالنسبه لك وانت بتفتح كان الاستثمار بالنسبه لك، يعني كان في دعم ليك من الشيوخ؟ كان الورق من البدايه معك. من البدايه الدعم، في لانه طبعا المؤسسه مؤسسه وطنيه في الاصل، مؤسسه وطنيه فواخده الدعم الكامل للمواطن، الدعم الكامل ففي دعم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. شيخنا باذن الله. طيب حاج سيد احنا بنشكرك وسعدنا جدا بلقائنا معاك. الله يبارك فيك، واحنا بنشكر قناه سما العين وبنوجه لكم الشكر، وشرفتونا ونورتونا وزدتونا كمان. شرفتونا. الله يبارك فيك. الله يخليك. وزي ما ابتدينا الحكايه بقصه الكفاح راح ننهيها بكلمه شكر لكل رواد النجاح. انتظرونا الحلقه القادمه.